السلام عليكم مشاهدي قناة بيرماكولتور ماروك. هذا هو نبات الترمس كما تشاهدون، أو الفويلية كما تلاحظون. هناك في جذور النبات كويرات كما تشاهدون متتبعين قناة بيرماكولتور. هذا هو نبات الترمس أو الفويلية، يحتوي على مادة الأزوت، فهو ليس بنبات دار، بالعكس فهو يقوم بدور جيد. ليست هناك نباتات الدار، الحمد لله الكل ينفع. تتكون مادة الأزوت في الجذور عن طريق بكتيريا تلتحم بهذه الجذور، ويكتسبها النبات عن طريق الهواء، مما يساعد على نمو هذا النبات وأيضا على نمو القمح. كنتمنى هذا الفيديو القصير يكون عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.